من يابولس الأمريكية الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب. عميد ملاعب، أهلا وسهلا بك. الخبر الأبرز الآن أن الطائرة التركية المسيرة طبعا التي أوكلت لها مهمة رصد والبحث على حطام أو على مكان ما يفترض أنه المكان الذي به مروحية الرئيس الإيراني، هنالك أنباء على أنها رصدت مصادر حرارية يعتقد أنها ربما تعود لهذه المروحية. دعنا في البداية نناقش مؤهلات هذه المسيرة التركية، ولماذا طلبت إيران من تركيا إرسال مسيرة تملك منظار رؤية ليلية؟ طبعا تركيا لديها يعني حدا أكثر عراقة بإنتاج الطائرات المسيرة، هي طائرة البيرقدار يعني بيعت إلى أوكرانيا عام 2014. طائرة البيرقدار، تركيا اليوم مصدرة للطائرات لعشر دول، يعني اليوم تركيا تستطيع تحديث طائراتها. الجزء الحديث منها يمتلك تقنيات هامة جدا، ومنها هي الرؤية الليلية وكذلك الاستشعار مدى الحرارة إذا ما كان هناك إرسال حرارة معينة. وهذا تستطيع، لأن المنطقة التي سقطت فيها طائرة الرئيس الإيراني هي منطقة درجة الحرارة فيها تحت الصفر، يعني ممكن أن تكون كما ورد في بعض التقارير 15 تحت الصفر. لذلك إرسال حرارة من مكان ما في ظل هذا الجو لا يستطيع كل الطيران الوصول إليه، ولكن يبدو أن هذه الأجقة أقنجي، هذه الطائرة المحدثة من طائرة البيرقدار، هي تستطيع أولا تمتلك الرؤية الليلية، ثانيا تستطيع التحسس من إذا ما كان هناك نوع من يعني حرارة زائدة في المكان. لذلك يعتقد أن يعني أقرب مسافة ممكن أن تحددها هي هذه المسيرة. هذا بالنسبة لما تملكه من تقنيات فيما يتعلق بالرؤية الليلية والحرارية، ولكن هل يمكن لهذه المسيرة تجاوز الإكراهات الجوية؟ وأنا هنا أتحدث بالضبط عن الضباب، يعني هل يمكن أن يشكل الضباب عائقا أمام هذه المسيرة، أم أنها تكتفي فقط بالتقنيات المتعلقة بالحرارة وبالرؤية الليلية؟ ما نشاهده من الفيلم الذي عرضته هذه الطائرة ووزع على وسائل الإعلام يبدو أن تستطيع عزل الكثير من الضباب، يعني لم يظهر في الفيلم إلا شوي الضباب فقط، ومن خلاله ممكن أن تصل إلى رؤية محددة، يعني النظر يصبح أفضل. يبدو أن كثافة الضباب لا تعنيها بقدر ما يعني هي تخفف كثيرا من كثافة الضباب وفق ما وضح من الفيلم. لذلك هي يعني ممكن أن تقترب أكثر من الأرض، ويبدو أن مشغلها يستطيع التحكم بها على مسافات أدنى من المسافات لباقي المسيرات. إذا ما نزلت إلى مسافة أدنى تستطيع أن تصبح تحت الغيم وكثافة الغيم حتى تمشي على وجه الأرض على مسافة قريبة وتظهر صورها دقة أكثر. هل تمتلك أيضا تقنيات أخرى ممكن أن يعني يمكن أن تساعدها من أجل عملية مسح فعالة في هذه الظروف؟ تقنيات أخرى نعم، ممكن أن تكون يعني تستطيع الهبوط على الأرض، تستطيع يعني في مكان ما، وتستطيع رصد الحركة حواليها. إذا يعني أن تبث ليس فقط من الأعالي، ممكن أن تبث عن الأرض إذا ما كانت قريبة من أماكن صعبة البث بها، ما بين الأشجار ممكن أن تصل إلى الأرض وتبث عن الأرض. يعني هذه ميزة في هذه الطائرة موجودة، لأن مشغلها يستطيع ليس فقط التحكم من الكاميرا بالكاميرا من فوق، ولكن حتى عن الأرض يستطيع التحكم بها.
أريد أيضا سيد ملاعب أن أستغل وجودك معنا لفهم طبيعة طائرة أو مروحية الرئيس الإيراني، وهي من طراز بال212. هذه المروحية هل تمتلك بحسب ما تعرفه طبعا وسائل لحماية الركاب؟ وبالتالي هنا أسأل عن ما يعرف باحتمالية نجاة الركاب. أولا، هذه الطائرة بل هي أمريكية الصنع، موجودة في إيران من زمن الشاه، يعني العهد القديم ما قبل الجمهورية الإسلامية، قبل يعني 40 عاما عمرها لا يعني. أقل من 43 سنة، يعني لا أقل من 43 سنة. ويعني صحيح أن الإيرانيين يعني عدلوا ببعض الأسلحة الموجودة لديهم وطوروا الميراج الموجودة عندهم، طوروها كذلك، مثلا صاروخ الاس 200 عندما لم يحصلوا على الاس 300 نتيجة العقوبات التي كانت قيد عقوبات دولية ولم تسلم من موسكو، طوروا الاس 200 الموجود لديهم من حيث المدى ومن حيث قدرات الصواريخ التي زودوها بها، أصبحت يعني حالة حديثة. ولكن الطيران الأمريكي، هذه الطائرة نتيجة العقوبات التي تخضع لها، عقوبات صارمة تخضع لها إيران من قبل الولايات المتحدة، أعتقد أنها لا تمتلك قطع غيار يستطيع الإيراني أن يستبدلها أو يطور بهذه المروحية. ولكن تسألني عن وسائل الأمان بالطائرات الحديثة، نعم ممكن أن يكون هناك وسائل أمان مدرجة بمقعد الطائرة، أن إذا ما حصل أي عطل ممكن أن يقفز بها وتصبح يعني مع الكرسي هناك مظلة تحمل الجالس عليها حتى يصل بأمان. ولكن هذه الطائرة من الطراز القديم ولم تخضع لأي تطوير، وفق يعني لم يصلنا أنها طورت في مكان ما، لأن دائما الصانع الطائرة، هناك مادة في القانون الدولي لصناعة الأسلحة اسمها المستعمل الأخير الاند يوزر، يعني كل من سوف يطور أي عمل لأسلحة مستخدمة مستوردة من شركة، يجب أن يعلم الدولة التي أصدرتها بأي تطوير. وكون أن لا علاقات بين أمريكا وطهران، أعتقد أن لا تطوير لهذه الطائرة ولا إعلام بالشركة الصانعة بأن هذه الطوافة طورت في إيران. وبالتالي السؤال هنا الذي يطرح سيد ملاعب، يعني الطائرة بمثل هذه المواصفات التي تفضلت بذكرها، هل هي مؤهلة لتكون وسيلة تنقل رئيس بلد؟ لا، اللي صار لحد الآن أنه الرئيس مدعو لمهمة افتتاح تدشين سد مائي ما بين أذربيجان وإيران، ويقتضي حضور الرئيسين. الرئيس الإيراني حيدر عليف حضر، والرئيس الإيراني حضر. كيف حضر؟ حضر بالطائرة الرئاسية المخصصة للرئيس إلى مطار تبريز. من مطار تبريز إلى مكان وجود هذا السد، لا يمكن للطائرة الرئاسية، لا يوجد مهبط ولا يوجد مطار في المكان، لذلك استخدم الطوافات هو ومرافقيه الطوافات الثلاثة. وحصلت تدشين وانتهى الموضوع، وطارت الطوافات الثلاثة باتجاه مطار تبريز. عندما طارت هذه الطوافات، كان من المفروض أن يكون هناك توازي وأن تصبح الطائرات الثلاث في مهمة واحدة، يعني طائرة الرئيس ومحمية من قبل طائرتي الوفد، سيما وأن يعني الجو غير مناسب سواء غزارة المياه أو بكثافة الغيوم. ولكن ما حصل أن الطائرتان اللتان تقلان باقي الوفد ذهبتا إلى مطار تبريز ووصلتا إلى المطار، بينما ذهبت طائرة الرئيس لوحدها. هذا خطأ مهم كتير، ما كان لازم يحصل. لازم يكون هاو الطيارتين يعني مرافقين لطائرة الرئيس، وإذا ما حصل عطل بأي منهما يجب أن تتوقف
وتطلب المساندة. هذا لم يحصل، ومن شان هيك ضاعت معالم مكان وقوع الطائرة، وهذا خطأ كبير، يعني ما كان لازم يحصل أولا. ثانيا، هل كان هناك اتصالات ما بين الطائرات المتوفات الثلاثة، وفقد الاتصال مثلا مع أحداها وأهمها التي تقول الشخصية الهامة، حتى تبقى الطائرتان في المكان لتدل أين سقطت وتتعامل مع الطائرة التي سقطت، علما بأن هناك معلومات أن بعض من في هذه الطائرة استطاع التواصل مع وزارة الداخلية في طهران وأجرى اتصال. يعني كان ممكن لو بعض الطيارتين المرافقتين موجودين بالمكان، كان ممكن سهولة بتحديد في هذه النقطة تحديدا. عميد ملاعب، وقد أتيت عذرا منك، أتيت إلى نقطة هامة جدا. بالفعل حدث وأن تحدث مسؤولون إيرانيون بأنه تم التواصل مع أحد مرافقي الرئيس ومرافق الطيار كما يبدو. هذا الاتصال يفترض أنه تم عن طريق الإشارة، أليس هذا كافيا لتحديد دقيق لموقع الحادث؟ اليوم طهران ما بعرف إذا كان عندها وسيلة خاصة من خارج الجي بي اس، وبالذات عندما يكون شخصية هامة تطير في هذا المجال، أعتقد أن الاتصالات هي محمية من أنظمة جوية إيرانية من خارج الأنظمة الدولية المتعارف عليها. لذلك ممكن أن يكون الجهاز الأمني الإيراني وصل إلى مكان وصول وقوع الطائرة، ولكن صعوبة الأرض وعدم إمكانية وصول أي شاحنة أو آلية أو حتى مجنزرة إلى المكان نتيجة وجود الصخور والودايا، هذا ما أخر الوصول. ولكن الاستعانة بطائرة تركية كان قرارا ذكيا، واعتقد كذلك ايران لو وصلت الى اي معلومه حول مكان سقوط الطائره لما استعانت بطائره تركيه او حتى بطوافتين او مسيرتين طوافتين روسيتين سوف يصلون الى المكان مع 50 عنصر اختصاصي بالدفاع المدني للوصول الى المكان. طيب، ولكن يعني أشاهد أن الذي وقع، وهنا أسألك عن الإمكانيات المطلوب توظيفها في مثل هذه الحالات لضمان التوصل إلى موقع الحادث. طبعا في كل منطقة من طهران، في كل محافظة يستقر قوى للجيش وقوى للأمن. هؤلاء عليهم الاعتماد الأول، لأن هؤلاء يعرفون الأرض، داسوا الأرض سابقا. أقرب ضيعة لهذا المكان يجب أن ينطلقوا منها إلى ومن كافة الاتجاهات، يعني يعول على القوى المنتشرة في المكان أكثر من رجال الاختصاص. طبعا رجال الاختصاص لديهم يعني القدرة على تحديد والوسائل التي تحدد كما قلنا المصدر الحراري، مصدر مثلا مغناطيس يعني يثبت أين يوجد حديد، أين يوجد بقايا. يعني ممكن أن يكون هناك أخصائيين، ولكن نعول عسكريا على القوى المنتشرة في المكان أقرب إلى الواقع من القوى التي تستحضر من الخارج، سواء من طهران أو حتى من محافظات أخرى أو من دول أخرى. شكرا جزيلا لك العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من مينيابوليس بالولايات المتحدة عبر سكايب.